يشعلن بهارب. في مشاهير في العالم ما نعرف عنهم وايد معلومات. اليوم راح أتكلم عن مجموعة من المشاهير اللي اعتنقوا الإسلام. جانيت جاكسون من أهم مطربي البوب في العالم. بعد زواجها من القطري الملياردير وسام المانع اعتنقت الإسلام. مين بس إنه تم الزواج بين جانيت جاكسون والملياردير القطري العام الماضي. طبعا هو كان الزواج سري. طبعا نفت التكلفة شاكيل أونيل، واحد من ألمع لاعبي كرة السلة في العالم. اللي ما تعرفون أنه هو مسلم وعنده ولدين وبنتين، بخبركم أساميهم. أونيل مثل ما قلت لكم عنده ولدين، شريف وصقير، وبنتين اسمهم ميرة وأميرة. مايك تايسون الرجل الحديدي، أعتقد معظمكم يعرف أنه أسلم، لكن بخبركم قصة إسلامه على عجالة. مايك تايسون تم الحكم عليه بثلاث سنوات في السجن. في الفترة اللي انسجن فيها تمكن من مراجعة مسار حياته، وبعد دراسته للإسلام صمم على اعتناقه. Finally keep your New Year's resolution. The promise? In just 6 weeks, you can shred 4 دكتور أوز، محمد أوز، واحد من أشهر الأطباء على مستوى العالم، وأخذ شهرته من خلال البرنامج الأسبوعي. أخذ شهرته من خلال ظهوره في البرنامج الأسبوعي في مع أوبرا وينفري. محمد أوز من تركيا، فهو ديف شابيل، واحد من أروع الكوميديانات العالمية. شابيل بالرغم أنه ما يحب يخوض في الديانات، يقول أنه ما يحب يدخل في النقاشات عن الديانات، لكن في لقاء صحفي قال أنا مسلم ولا أؤدي واجباتي الدينية مثل غيري من المسلمين، لكني أؤمن إيمان تام بمبادئ الإسلام. يعني أتمنى إن شاء الله يؤدي واجبات الدين. Stop talking in that voice. No, see. I gotta do this, see. فان بيرسي، لاعب كرة قدم هولندي، يعتبر من أبرز المهاجمين في العالم، كان يلعب في نادي مانشستر يونايتد. بحاول أطلع أجمل هدف له من وجهة نظري الشخصية، كان على منتخب إسبانيا في كأس العالم اللي طاف. شوفوا.
فان بيرسي اعتنق الإسلام وتزوج من امرأة هولندية من أصل مغربي مسلمة تدعى بشرى البالي. إيلين بروستين ممثلة أمريكية مشهورة تمكنت من الحصول على جائزة إيمي. تقول إيلين أنها تؤمن بالعديد من العقائد من أكثر من ديانة. في الوقت الحالي هي تتبع الدين الإسلامي على حسب كلام. I don't feel any different than I felt at 40, except I have new knees. Well, I was asked to write my memoirs. إيكون مغني معروف جدا أمريكي الجنسية وسنغالي الأصل ينتمي إلى عائلة مسلمة. هذه الأغنية اسمها السنغال. في هذه الأغنية يعني قال عبارة كل شيء نقوم به لإرضاء الله. آيس كيوب ممثل ومغني راب أمريكي اشتهر في التسعينات من القرن الماضي يعني جيلنا نحن. آيس كيوب بيبي make them take you serious everything I say ends with a period everything I do ends with you curious stop looking for what's up آيس كيوب is Snoop Dogg nigga what's up see he's a gangster I'm a hustler yo we'll see the pink yeah always fuck yeah. آيس كيوب قال جملة شهيرة بعد اعتناق الإسلام، قال إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي تكون فيه العلاقة بين الإنسان والإله مباشرة وبدون وسيط. في الحقيقة القائمة جدا طويلة، في ممثلين فنانين لاعبين مشهورين كثار مسلمين أو نحن ما كنا نعرف إن هم مسلمين واعتنقوا الإسلام. أتمنى أنكم استمتعتوا. والحين أقول لكم تصبحون على خير ونشوفكم إن شاء الله في مواضيع جاية قريب إن شاء الله. وأيضا نسيت أقول شكرا لكل التعليقات الجميلة اللي جتني على الخاص. ألف شكر. تصبحون على خير.